العالم والوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. عالم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. عالم الوطن هو فخري، عالم الوطن قبلي وبعدي، عالم الوطن مرآة مجدي، وأرتدي الكفن كي يسلم الوطن. عالم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. عالم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. بايعنا 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 على الطاعة والولاء، بايعنا لنعلي راية اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حب الأوطان فطرة في الإنسان، وفضل بحكمته أرضاً على أرض ومكاناً على مكان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من تشرفت به البقاع وأنست بذكره الأسماع. سعادة محافظ محافظة أبو عريش الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة، سعادة مدير مكتب التربية، سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش الدكتور حسن أبكر خضي، أيها الضيوف الكرام، أيها المعلمون الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في احتفالنا البهيج بمرور 85 عاماً مباركاً منذ إعلان المملكة العربية السعودية، هذا الوطن العظيم الذي رفع راية التوحيد واتبع النهج الرشيد بقيادة ملك موفق سديد. أيها الحفل الكريم، القرآن الكريم هو نور حياتنا ودليل مسيرتنا ودستورنا في بلدنا، فلنبدأ حفلنا إذن بتلاوة مباركة يتلوها الطالب إبراهيم حامد حكمي من متوسطة الملك فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كبير أنت يا وطني كبير بتاريخك العظيم وأمجادك البادخة كبير باتساع تضاريسك وامتداد جغرافيتك كبير بمبادئك التي تحميها وقيمك التي تعليها كبير بمكانتك في قلوب العرب والمسلمين وفي قلوب أبنائك المواطنين تظل كبيرا ما دمت ترفع علم التوحيد وتحكم بشريعة الإسلام. أنتم الآن مع كلمة مدير مكتب التعليم الدكتور حسن أبكر فضي. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ووحدنا بكرمه تحت راية الإيمان ورزقنا بفضله خير قيادة في أطهر وأعظم الأوطان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان سعادة محافظ أبو عريش الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر الدويري سعادة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ مكي آل عيسى أصحاب السعادة مديري الإدارات الحكومية زملائي الكرام أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وأمن وإيمان صباحكم فخر وولاء صباحكم عز وانتماء صباحكم حب ووفاء صباحكم وطن زاهر بالأمجاد حافل بمآثر الأجداد صباحكم وطن المملكة العربية السعودية عندما تشرق الشمس على وطننا الغالي ببدء يوم جديد فإن لنا الفخر أن نكون أحد أبنائه فخورين بماضيه وتراثه معتزين بحضارته وإنجازاته لنعيش الذكرى 85 لتوحيده على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه الذي جمع شتات هذا الكيان العظيم وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والازدهار متمسكا بعقيدته ثابتا على دينه
إنها مناسبة خالدة أيها الأعزاء، مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة وقيادة ووفاء شعب. مع أصدق دعوة وأخلص تهنئة نرفعها لقائد المسيرة والعطاء، ورائد التجديد والنماء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز. ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا. أيها الجمع المبارك، إن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين بلادنا ودارنا، الولاء لها بعد ولاء الدين، الولاء للوطن فوق كل ولاء وانتماء، أمنه واستقراره هو أعلى وأغلى ما نملك بعد عز الإسلام وحفظ الدين. هذا الأمن أيها الإخوة بفضل الله وعونه شارك في صنعه آباؤنا وأجدادنا بقيادة الرجل المبارك والقائد الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، وحفظ ذلك أبناؤه الملوك من بعده، ويسهر عليه رجال الأمن وكافة قواتنا المسلحة بكل قطاعاتها وكل أبناء الوطن المخلصين. وإننا في منطقة جازان على مسافة كيلوات مترات معدودة من حدود المملكة الجنوبية، حيث تدور المعارك الشرسة بين أبطال قواتنا المسلحة وبين المحاربين لوطنهم ولأمتهم. ونحن بحمد الله كما تشهدون وتلحظون ننعم بالأمن والسلام، وقد تحقق هذا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أيها الإخوة، ستبقى بلادنا بإذن الله صامدة راسية قوية في إيمان صادق بالله الواحد الأحد، وفي لحمة واحدة بين القيادة والشعب، ولن تسمح لكائن من كان أن يمس ثرى هذه الأرض أو يدنس شبرا واحدا من ترابها. وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية لنتذكر في هذا الصباح شهداء الواجب الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن حدوده ومقدساته ومقدراته. نبتهل إلى الله في هذه اللحظة أن يمن عليهم بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سعادة المحافظ، أيها الجمع المبارك، لقد شهدت مدارسكم في محافظتكم الغالية، شهدت محافظة أبي عريش بمدارسها بمختلف مراحلها تسابق طلابها وطالباتها عبر جميع الاحتفالات المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية والمعارض الفنية، ومنها ما افتتحتموه في هذا اليوم والذي خصص كله للوطن، وعبر الأنشطة الطلابية ببرامجها المتعددة التي اتخذت الزي العسكري أسامة فخر لطلابنا وهم يتباهون بقامات تطال الثريا تطال السحاب، لجيل بإذن الله سيكون بإذن الله هم رجال الوطن وهم غدوه المشرق. فإننا ندرك ونحن في الميدان التعليمي أن وزارة التعليم التي تشرف على أهم كنوز الوطن وأثمنها وأساس التنمية في بلدنا، هم بحمد الله وسيكونون بإذن الله هم الأجيال
التي نفاخر بهم، هم الأجيال التي تقود الوطن في كل محفل. ونعدكم بإذن الله، ونعد القيادة الكريمة، سنعمل بكل ما نستطيع على أن يكونوا بإذن الله هم الغد المشرق لهذا الوطن البناء، في ظل ما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية ودعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أبنائي الطلاب، أبنائي الطلاب، أنتم الوطن والوطن أنتم، حقاً لكم أن تفخروا بوطنكم، حقاً لكم أن تفخروا بقيادته التي اتخذت من خدمة الحرمين الشريفين أسامة فخر وعز لها. واجب عليكم أن تبادلوا قائد مسيرتنا حباً بحب، ووفاءً بوفاء، بيعةً وإخلاصاً وولاءً لله جل وعلا ثم لقيادتنا المباركة. يا خادماً لبيوت الله يعمرها وينشر العدل من حضر وفي بادي، وينشر العدل في حضر وفي بادي، هذه بلادك قد أضحت بكاملها رياض خير بصحراء وإنجاد، أعليت رايتها يا سيدي فغدت مهو القلوب لزوار وعباد. ونحن إن ناب خطب جند قائدنا نفدي البلاد بأرواح وأجساد. سيبقى الوطن بإذن الله على مر الدهور وكر العصور شامة في دنيا الواقع، وأنموذجا يحتذى ومثالا يكتفى في الأمن والإيمان، لا تنكس رايته ولا تغيب شمسه وأمجاده وبطولاته، تتوارث الأجيال محبته وتقديره واحترامه جيلاً بعد جيل. الناس فوق ثرى أوطانهم سكنوا، ونحن يسكن في أرواحنا الوطن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية، أن يحفظ عليها دينها وقيادتها وأمنها، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين، وأن يزيد بلادنا تمسكاً واجتماعاً وألفةً واتحاداً. وختاماً، أقدم شكري وتقديري ووافر احترامي لسعادة المحافظ الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة على رعايته وتشريفه، بل ومتابعته وتوجيهه لي خاصة ولزملاء العاملين في التعليم. والشكر موصول لسعادة المساعد للشؤون التعليمية وسعادة المساعد للشؤون المدرسية على حضورهما، ولزملائي في الدوائر الحكومية، ولزملائي الذين أنتجوا هذا الحفل، والذين أوجدوا لنا في هذا المكان نقطة مضيئة لاحتفال أبنائكم، وعلى رأسهم أخي الأستاذ قاسم خرمي، وأخي الأستاذ مفرح الجابلي، وأخي الأستاذ علي الحربي، ولجميع الزملاء على جهودهم، ولمديري مدارس المجمع التعليم الشمالي، ولكافة من شاركنا، ولجريدة الوطن، ولكافة الرعاة والإعلاميين، وللجميع، دمتم يا وطني بكل خير وأمن وأمان. إنه لصباح عابق بالحب والوفاء، صباح الاحتفاء بالوطن، صباح الاحتفاء بالمسيرة والمنجزات، صباح الاحتفاء بالأمجاد والبطولات بالمملكة العربية السعودية، بماضيها المجيد، بحاضرها السعيد، بمستقبلها المديد بإذن الله. كلمة الطلاب يلقيها الطالب حسين جاسم الخلف من متوسطة الملك فهد بأبو عريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بوطن من خير الأوطان، ونشر علينا فيه مظلة الاستقرار والأمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله النبي العربي العدنان،
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. سعادة محافظ أبو عريش، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، الوطنية ليس ادعاءً فارغاً ولا افتخاراً باهتاً. الوطنية قيم تحفظ وأمانة تؤدى، إنها أفعال تؤكد الولاء وأعمال تثبت الانتماء وعزيمة على البناء ورغبة في النماء. والوطنية دفاع عن العقيدة والمقدسات وحفاظ على المرافق والمنجزات. والوطنية إصلاح في البلاد وإرشاد للعباد، دعوة للخير ومساعدة للغير. والوطنية وقوف في وجه المفسدين والمخربين والإرهابيين. الوطنية تتمثل في الجندي الأمين الحريص على حماية وطنه والدفاع عن مقدساته، وفي الموظف المخلص الحريص على خدمة المراجعين وإنجاز مصالحهم، وفي الطالب المجتهد الحريص على العلم والتفوق ليكون لبنة في مسيرة الحضارة والتقدم. ولهذا أقول لزملاء الطلاب، وطننا بحاجة إلينا، نحن مستقبله، بنا يرسم نماءه وازدهاره، وعلينا يعقد الأمل في رفعته وتقدمه. ولن يتحقق هذا للوطن حتى نستحمل المسؤولية ونستعد لها من اليوم. أيها الحفل الكريم، حب الأوطان فطرة في الإنسان، مهما اختلفت البلدان وتبدلت الأزمان، لكن حبي لوطني أكبر وأعظم، حب فوق كل ذلك. فبلادي هي أرض الرسالة ومنبع الهداية، وهي أرض الحرمين ومنطلق هذا الدين. إنها بلد النور والإسلام والأمن والإيمان، وهي أرض الخير ووطن الإحسان، وهي أصل العروبة ومنبتها. نحن أبناء المملكة العربية السعودية ننتمي إلى وطن يرفع راية التوحيد ويقيم الشريعة ويحمي العقيدة. نحن من بلد الأمن والإيمان والسلام والإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا موطني بالعز مجدك بانا، يا خير أرض الله طبت مكانا. آن للشعر أن يتغنى بالوطن، نستمع ونستمتع ونحلق الآن مع قصيدة للأستاذ الشاعر علي بن محمد الحكمي، مدير مدرسة الملك فهد المتوسطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة محافظة محافظة أبو عريش، الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم وصباح الوطن بكل خير وازدهار ونماء. الحديث عن الوطن والشعر في الوطن حديث ذو شجون، ومهما قلنا لا نوفيه حقه أبدا. يا موطني بالعز مجدك بانا، يا موطني بالعز مجدك بانا، يا خير أرض الله طبت مكانا. نشدو إليك بكل عز، نشدو إليك بكل فخر مرتقا. كل الحروف تسطرت تبيانا، في عيدنا الأضحى تخلد مجدكم، ذكرا بها عبد العزيز دعانا. للحق والتوحيد
فاستبقت به تلك النفوس توحد الأركان. فالأمس يذكر ما تقدم ذكره بملاحم ومآثر أحيانا، واليوم ذاك المجد يرفع راية أصداؤها قد خلدت سلمانا. فالأمس يذكر ما تقدم ذكره بملاحم ومآثر أحيانا، واليوم ذاك المجد يرفع راية أصداؤها قد خلدت سلمانا. ملك ملك جسور للمواقف والعدا، قلب رحيم جود فيض بانا، أضفى المواطن عزة ومكانة، كف العطاء يعمر البنيان. أكرم به وبذا الولي مواطنا، فمحمد جعل المكان أمانا، ورأى الزمان مدى بنظرة مبصر، يحمي الحدود ويستمد كيانا. ومحمد السلمان عزم مكارم، للحق مرساة ولا يتوانى، بدراية جعل الدفاع بواسلا، عصف الحوازم يقهر الطغيان. عهد عظيم قوة ترقى بنا نحو النهوض وترفع الإنسان، فبراية التوحيد حق ثابت، والسيف فصل يحكم الميزان. في خدمة البيتين والنهج الذي شرح الصدور ويغرس الإيمان، ستظل يا وطني ستظل يا وطني كأغلى ما أرى في هذه الدنيا، حويت جنانا. والحمد لله أن أبصرت في أرض الرسالة غاية وأمانا. ثم الصلاة على النبي المصطفى، ما ارتد طرف مبصر أو كان. شكرا لكم جميعا. سعودي على هام الثريا، تربع منزلي ومضى قيادي، تليد المجد منبعه بأرضي، وصرح العز ذروته بلادي. ضيوف الوطن الكبير، نتابع الآن عرضا إنشاديا بعنوان أرض السلام، بتقديم طلاب مدرسة عقبة بن نافع المتوسطة بمحافظة أبو عريش. يا بلاد يا بلاد، المجد العظيم عزة الرحمن، صلى سلام.
دارك يا آل سعود بالخير علينا يجود. يوم وعد عبد العزيز المملكة والمملكة تعلو علوا شامخا في كل يوم بالعلم والثقافة والفن. أبرز الدور عبد العزيز انقادها بعز وبطولة، سلم الراية لأولاد الميامين كلهم عبد العزيز البطولة، أثبتوا بصدق وجدارة أنهم نعم الولاية، طوروها وانقلوها من حضارة لحضارة، وسعوا البيتين تارة بعد تارة لضيوف الرحمن إيمان وراها، يكرمون الضيف حبا وكرامة، يحكموا بالعدل ينصف المظلوم، وقفاتهم يشهد لها التاريخ عز وجهامة، خيرهم غطى وغطى الملايين مبتغين رضا المعبود لا غيره.
أجمل أن ينشأ الفتيان على حب الأوطان، فيكبرون ويكبر معهم الوفاء والولاء والانتماء، ويتشربون منذ نعومة الأظفار الحفاظ على القيم والأخلاق والذود عن الحمى والدمار. أنتم الآن مع إلقاء شعري لشبل من أشبال الوطن، قصيدة شعرية بعنوان سلمان راعي المجد، مع الطالب طلال أحمد معيني، مدرسة صلاح الدين بأبو عريش. الحمد لله، هذه الدولة من وحدها وتعيد في عهدها الجديد، وهي كما شفنا الحمد لله أمر واستقرار، وهي أساس محمد بن سعود، قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته ويوفقنا جميعا خدمة ديننا وبلادنا وشعبنا. شكرا والسلام عليكم. منذ القدم بلادي بلاد الإباء والشمام، ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمام، وفيها تصون العهود الذمام، ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلام، باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم، وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار
دعوني فقد هام الفؤاد بحبه وما منيتي إلا الحياة بقربه. قصيدة بعنوان حب الوطن يلقيها على مسامعكم الطالب عصام أحمد أبو علا من مدرسة الفاروق بأبو عريش. حب الوطن دعوني فقد هام الفؤاد بحبه وما منيتي إلا الحياة بقربه. فليس له بين البلاد مشابه وكل بني الإسلام تحت لصوبه. أيا وطني تبدي ترابك أنفس تجود بلا خوف الممات وخطبه. وحده عبد العزيز بجهدي وجند الله شق الطريق لدربي. بي قبلة الدنيا بمكة بوركت وقد شع نور الحق من فوق تربي. كذا طيبة طابت بطيب نبينا وآل كرام ومستنار بصحبي. لنا ملك قاد البلاد بحكمة تلقى من المجد غاية دعبي. مليك له بالقلب أوسع منزله هو الوالد المحبوب من كل شعبي. فلا غاب من يسعى لمرضات ربي. فيا ربي بارك وبارك جهوده ويسر عسير الأمر سهل لصعبي. خلونا نتصور معاهم. عبس الخطب فابتسم وطغى الهول فاقتحم. رابط النفس والنهى ثابت القلب والقدم. نفسه طوع همة وجمت دونها الهمم. هنيئا لك هنيئا لك أيها الشهيد، هنيئا لك أن أسلمت روحك تحت راية التوحيد. هنيئا لك أن أسلمت روحك دفاعا عن أرض الحرمين. هنيئا لك أن أسلمت روحك فداء للعقيدة والدين. هنيئا لك أن أسلمت روحك فداء للعقيدة السليمة الصافية والأرض المباركة الطيبة والوطن الكريم المعطاء. وهنيئا لنا بك ببسالتك وبطولتك، بصبرك وصمودك، بدمك الزاكي الذي روى ثرى مجدنا وعزتنا. أيها الحفل الكريم، إن تكريم شهداء الوطن ليس إلا شيئا يسيرا من واجبهم علينا وحقهم علينا. سعادة محافظ أبو عريش، أيها الحفل الكريم، تكرم مدارس أبناء الشهيد العميد إبراهيم حمزي رحمه الله أبناءهم الطلاب في هذه اللحظات. هدية مقدمة من مدرسة المجصص الابتدائية والمتوسطة لابن الشهيد إبراهيم حمزي. سعود انتظر مع الهدية. يا عمر ايه قبل التكريم؟ قبل التكريم النهائي. هدية مقدمة من مدرسة ثانوية حاكمة أبو عريش
هدية مقدمة من ثانوية نخبة جازان الأهلية. يشارك في التسليم مدير المدرسة. شيلوا لأنه معنا احنا نتكل الله. ولا خليها بالمندق. شيلونها. محافظة أبو عريش تشارك أبنائها الطلاب فرحة الاحتفال باليوم الوطني من خلال هذا العرض المقدم هدية من محافظة أبو عريش. نسأل الله عز وجل أن يهدينا شكر نعمته وإخلاصنا لبلدنا وشعبنا. هذا هو الشيء تربينا عليه من أحد ملوك السابقين إلى ولد الملك عبد العزيز رحمه الله وآخر الملك عبد الله يغفر له ويرحمه. وتوصيته دائما لخدمة مواطنينا كثير نكرر من شيء مواطنينا وبلدنا. والحمد لله هذه الدولة من وحدها في عيد الجديد
كما شوف الحمد لله أمر واستقرار، وهي أساس محمد بن سعود، قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يجزينا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعا خدمة ديننا وبلادنا وشعبنا. يا بلادي أنت لي دنيا ودين، أرتمي في حضنك الدافي الحنون، يا ضياء النفس يا نور العيون، سوف أحميك بروحي واليدين، سوف أحميك بروحي واليدين. الأرواح والتاريخ القدم ينشر النور على كل الأمم، في ربى الأمجاد من فوق القمم. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا موالي يا مرادي يا ودادي، عشت لي حرة طول السنين. يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبة يا بلادي. جنود الله بعنا ارواحنا باغلى ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد. حنا جنود الله بعنا ارواحنا باغلى ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد. حنا جنود الله بعنا ارواحنا باغلى ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. يا من خان في جنوب المملكة برض اليمن، جت كالس وضاريا في مجدها يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن، هيا احرق ذنب المجوس ومن يناصرهم بعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد. حنا جنود الله بعنا ارواحنا باغلى ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. دكوا معاقل عصبة الشيطان عبد الوثن، حطوا عليهم مثل يوم الله في بدر واحد، وتعيش يا جيش البطولة من زبن فيكم يمن، يا احباد خالد والمثنى والفعول. اليوم الوطن الحقيقة هو الذكرى المحفورة في وجدان المواطن السعودي، وهو اليوم الذي ابدلنا من حيث الفرقة والتشدم إلى الازدهار والتطور، وهو اليوم الذي يفتخر فيه كل مواطن سعودي ويرفع رأسه شامخا بمنجزات هذا الوطن تحت قيادة رشيدة رحمه الله من الكعب العزيز وأبنائه البارضة. وحق لنا أن نفتخر في هذا الموطن الجميل وهذه الذكرى العزيزة الغالية على نفوس. اليوم الوطني هو ذلك الذي نقلنا من الشفاة إلى الألفة والمحبة والحياة تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ذلك اليوم الذي ذكرنا بقائدنا القائد الذي وحد هذه البلاد ولملم شتاتها ومن بعده أبنائه البررة في مسيرة تخلد للتاريخ. سيدي المحافظ، أيها الحفل الكريم، أنتم الآن مع لوحة وطنية بعنوان وحدة وطن، أداء نخبة من طلاب مدارس أبو عريش
مقدمة من إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم جازان. يسلم الوطن عالم الوطن يا لوح الذئاب وحدة وطن إذ لهمت الخطوب وعوت الذئاب وظن الأعداء أننا لقمة سائغة وفي غسق الدجى ظهر برق يخطف الأبصار حين نزع سلمان بن عبد العزيز يده بدرع من حديد فيه بأس شديد فأوقف الباغين المعتدين واصطففنا كلنا خلف مليك الحزم والعزم ورد الله الخائنين إلى جحورهم مذعورين خائبين. كلنا سلمان حبه كلنا للصوت نبه وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبه كلنا للصوت لبى وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبى دون أرضي وحدودي يحضن الموتى جنودي غاسق الليل تولى وصباح النصر عيدي دون أرضي وحدودي يحضن الموتى جنودي غاسق الليل تولى وصباح النصر عيدي كلنا سلمان حبه كلنا للصوت لبه وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبه كلنا للصوت لبى وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبى كلنا سلمان حبى كلنا للصوت لبى وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبى غارت الوحي جلالا في حمى البيتين نالا وبعزمي ورجالي لا أرى شيئا محالا غارت الوحي جلالا في حمى البيتين نالا وبعزمي ورجالي لا أرى شيئا محالا كلنا سلمان حبا كلنا للصوت لبى وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبى كلنا سلمان حبا كلنا للصوت لبى وحدة الأوطان عهد ونسيم الخلد هبى أرفلي يا مملكتي في نعيم من الله وانعمي بأمنك أنثري الحب في كل الوجوه وازرعي الخير في كل البقاع واضربي بالحزم كل معتد أثيم
نحن يا مملكتي كل لا يتجزأ. وحدنا الملك عبد العزيز رحمه الله على عقيدة واحدة ووطن واحد. رفرفي راية الحق، رفرفي راية العز، رفرفي راية أغلى وطن. نحن فداءك رجالا ونساء، شيبا وشبابا. عهد علينا أن تبقي خفاقة عالية ما دام فينا قطرة دم. وطني، هذه الأرواح فداؤك، وهذه الدماء غذاؤك. نموت لتحيا ونفنى لتبقى، فخذ منا ما تشاء، إنا لك الفداء. عالم الوطن يلوح عاليا، يرف في الجبال والبيد والدمن. عالم الوطن يلوح عاليا، يرف في الجبال والبيد والدمن. عالم الوطن هو فخري، عالم الوطن قبلي وبعدي. عالم الوطن مرآة مجدي، وأرتدي الكفن كي يسلم الوطن. عالم الوطن يلوح عاليا، يرف في الجبال والبيد والدمن.
علم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. بايعنا 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 على الطاعة والولاء، بايعنا لنعلي راية اللواء عهدا بأن نكون جنودا مخلصين، أرواحنا فدا الوطن رخيصة الثمن. علم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. علم الوطن يلوح عاليا يرف في الجبال والبيد والدمن. بايعنا 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 على الطاعة والولاء، بايعنا لنعلي راية اللواء عهدا بأن نكون جنودا مخلصين، أرواحنا فدا الوطن رخيصة الثمن. يشكر المكتب إدارة النشاط الطلابي على المشاركة الجميلة في هذا الاحتفاء. إلا موجود سعود. أيها الحفل الكريم، نصل الآن إلى ختام هذا الاحتفاء الجميل بوطننا العظيم. ندعو سعادة محافظ أبو عريش ومدير مكتب التعليم لتسليم المشاركين والرعاة دروع التكريم. يا هنا تحت تحت أيوة. درع مقدم من مكتب التربية والتعليم لسعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر دويري. لا درع مقدم من مكتب التربية والتعليم لسعادة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ مكي العيسى. ندعو الطلاب إلى الخروج، خروج من المسرح طلاب. لا تخرجون من المسرح. درع مقدم لبلدية محافظة أبو عريش يتسلمه الأستاذ سعود نعمان. درع مقدم لشرطة محافظة أبو عريش، شرطة محافظة أبو عريش
مرور محافظة أبو عريش، مرور محافظة أبو عريش، إدارة الدفاع المدني بمحافظة أبو عريش. شركة كهرباء محافظة أبو عريش. رئيس نادي اليرموك، رئيس نادي اليرموك، الداعمون لأنشطة المكتب، مؤسسة دونات وأكثر، فواز المصري، عبد الرحمن محمد جديبة، مكتب صحاري النور للخدمات العامة، رؤية للتصاميم المنزلية، الشيخ أبو القاسم شرواني، مطعم كايزر، مطعم بهارات، مطعم كويك، شهادة لسعادة الرائد الاجتماعي بمحافظة أبو عريش الأستاذ محمود بن عائل أقصم عضو مجلس منطقة جازان. المشرفون التربويون على حفل اليوم الوطني الأستاذ علي بن حمود الحربي، الأستاذ عبد الله بن أحمد العسيري، الأستاذ عبد الرزاق بن يحيى البهكري، الأستاذ محمد بن علي المسملي، الأستاذ يحيى بن حسين معشي، مديري المدارس المشاركة في الحفل، مديري مدارس المجمع الشمالي، مدير مدرسة متوسطة الملك فهد الأستاذ علي بن محمد حكمي، مدير مدرسة صلاح الدين الابتدائية الأستاذ أبو بكر بن حسين شرواني، المدرسة التي احتوت المعرض، مدرسة عقبة بن نافع المتوسطة الأستاذ حمد بن عبد الله الحمزي، مدرسة الفاروق الابتدائية الأستاذ نبيه بن عبد الرحمن العمودي، رواد النشاط المشرفين إشرافا مباشرا على المعرض وعلى الحفل الأستاذ عبد الكريم بن علي الفاعي، الأستاذ إبراهيم بن علي آل بواب، ويتسلم أيضا درع التميز لدوره الكبير في مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني والأفكار الإبداعية التي قدمها في معرض وحفل الاحتفال باليوم الوطني، أسامة التميز في النشاط الطلابي، الأستاذ إبراهيم عضو مجلس النشاط الطلابي
بسرعة أستاذ إبراهيم. رائد النشاط يتسلم أيضا درع التميز من النشاط الطلابي الأستاذ أحمد بن محمد دربشي رائد النشاط في عقبة بن نافع. المشرفين على المعرض الأستاذ غازي أبو طلعة. الأستاذ غازي أبو طلعة الأستاذ أحمد بن محمد الشريف مشرفين على المعرض. كذلك الأستاذ أبو القاسم بصلي. اللجنة الإعلامية التي قدمت تغطية رائعة للمناسبة ولهذا الحفل الأستاذ الإعلامي عبدو بن حسن راجحي. الوجه الإعلامي لمحافظة أبو عريش الأستاذ محمد بن حمد الأمير. الرعاة الإعلاميون مكتب جريدة الوطن الأستاذ حسين بن ناصر معشي. جريدة الرياض الأستاذ محمد بن حمد شاذلي. الأستاذ محمد شاذلي جريدة الرياض. الأستاذ داود أزيبي رئيس تحرير صحيفة نبض الحدث. صحيفة جازان اليوم. صحيفة جازان اليوم رئيس تحرير صحيفة صدى أبو عريش الأستاذ علي حمزي. صحيفة أنباء الإلكترونية. صحيفة الكرويتات. رئيس تحرير صحيفة إشراقة وطن الأستاذ محمد بن حمد الأمير. صحيفة واصل الأستاذ حسين مصعود مشيخي. صحيفة جازان فويس الأستاذ حسين صيرم. الأستاذ خيرات الأمير رئيس تحرير صحيفة الحدث. الأستاذ إبراهيم علي آل بواب المشرف على منتديات ورد العرب. الإعلامي خالد حمزي. الإعلامي خالد حمزي. الإعلامي طاهر صيرم. الإعلامي إبراهيم عياشي. الإعلامي خالد دبا. ما أدري عبد الرزاق. تكريم أبنائنا الطلاب المشاركين في الحفل. الطلاب المشاركين من مدرسة عقبة بن نافع المتوسطة يتسلمها نيابة عنهم الأستاذ أحمد دربشي رائد النشاط في المدرسة ومدير المدرسة الأستاذ حمد حمزي. فريق الأوبريت يتسلمها بالنيابة عنهم الأستاذ المشرف التربوي يحيى حسين معشي. فريق الأوبريت شهاية فين حق المدارس؟ المتوسطة المشاركين من متوسطة الملك فهد
يتسلمها نيابة عنهم الأستاذ علي محمد حكمي مدير المدرسة. الأستاذ علي حكمي الطالب طلال بن أحمد يحيى معيني مدرسة صلاح الدين. الطالب عصام أحمد أبو علة مدرسة الفاروق. علي. الطالب علي محمد مسملي مدرسة ثانوية أبو عريش الأولى. المشاركون في المعرض مدارس نخبة جازان الأهلية الثانوية بأبو عريش. تحفيظ القرآن الابتدائية بأبو عريش. تحفيظ القرآن المتوسطة بأبو عريش. قابلة الثانوية. قنبورة الابتدائية المتوسطة. اللي المدارس. هدية مقدمة من مكتب التربية والتعليم لسعادة محافظ أبو عريش يقدمها مدير المكتب الشيخ حسن بن أبكر فضي. صورة للإعلاميين مع سعادة محافظ أبو عريش. صورة للإعلاميين مع محافظ أبو عريش. الإعلاميين صورة مع المحافظ. حسن طهري. الأستاذ حسن طهري. الأستاذ حسن طهري. شكرا لكم. شكرا استاذ محمود. الله يجزيكم خير.